السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنصت ذهبي أستاذة علوم حاسوب وخبيرة لدى مايكروسوفت في سنة 2020-2021 وماستر ترينر لسنة 2021-2022. معكم في فيديو جديد في سلسلة الفيديوهات مخصصة للترشح إلى لقب معلم خبير مجلد خبير لدى مايكروسوفت في سنة 2021-2022. احنا توا في المرحلة الثالثة، شفنا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، إن شاء الله تكونوا موافقين في المراحل الزوز. طريقة باش نشوفوا المرحلة الثالثة اللي هي عبارة على أسئلة يجب الإجابة عليها باستفاضة، يعني بالتفصيل وبالمعنتها بالتدقيق. نشوفوا مثلا السؤال الأول: ديكريفي كومون فوز افي كونتريبيوي على كوميونيتي ديكسبير بور سوتونيغ دوتخ اكسبير، يعني اللي تعلمته أنت من ميكروسوفت كإكسبير كيفاش نفعت به الزملاء نتاعك. هنا الإجابة نتاعي جوست حبيت نحي اللي كتبته باش نوريكم إنه هنا إذا كان قداش يلزمني نكتب، هنا عطاك الحد الأدنى والأقصى 500 كاركتير و 200 أو 2000 كاركتير. نقول كاركتير أم سي أن كاركتير، لسباس سي أن كاركتير، فيركول سي أن كاركتير، الكلهم سو سون دي كاركتير. دونك هنا ما يلزمش نفوت ال 2000، أما ما يلزمش ننقص على ال 500. قول قايل أنا كيفاش باش نعرف 500 ولا 2000 ولا كذا، باش نمشي لهنا نكتب count character، characters، count characters، online character count، okay. البرمجية هذه شنو تعطيك؟ قولك هنا start typing، تعطيك بالضبط انك تكتب التكست نتاعك. لنا باش نعمل كل انا التكست اللي كنت نحيته من ده. ويعطيك لهنا بالضبط قداش من كاركتير وقداش من كلمة وقداش من sentence وقداش من paragraph spaces وكل شيء، يعني يعطيك بالضبط اللي كتبته انت قداش فيه من كاركتير. دونك اللوتي هذا ينجم يعاونك باش هكاك تحط النومبر دو كاركتير اللي مطلوب منك في الاجابات نتاعك الكل. بالطبيعة مانيش باش نطول ياسر في الأسئلة هذوما، نخليكم تكتشفوهم وحدكم. حاجة واحدة إنه بالطبيعة اللي سبقوا إنه كان إكسبير في سنة 2020 و2021 باش يكون عنده أكثر أسئلة من اللي بالطبيعة أول مرة يتقدم بالترشح لهذا اللقب. وفي الحالتين على كل حال يلزم تقدموا العمل نتاعكم بصفة عامة، لي بروجي اللي خدمتوهم مع تلامذتكم، المشاريع، الدروس، طريقة تقديم الدروس، نتائج كيفاش كانت، التغيير كيفاش كان، الانطباع اللي خليته عند الزملاء عند التلاميذ. هذا كله معناها في مجموعة الأسئلة اللي مش تلقاوهم هنا في الجزء هذايا. نخليكم المجال انكم تكتشفوهم بالتفصيل، وان شاء الله نوفر لكم في الكومنتير في تحت الفيديو تفسير مفصل على كل سؤال بالترجمة وبالتفاصيل. حاجة مهمة في الجزء هذا هو اللي نحب نقف عليه، انه بالطبيعة بعد ما تحكي على تجربتك وعلى كل حاجة انت عملتها يلزم تقدم دليل على الشيء اللي انت خدمته. الدليل هذا كيف مش تحطه في رابط سوي سوي اللي هو أداة من أدوات مايكروسوفت من الأوفيس 365. هذا سوي مش تصنعه وتحط فيه المعلومات اللي خاصين بالخدمة نتاعك الكل. نشوفوا لهنا الأوفيس .com كيفاش هسوي نمشيو له وكيفاش نبارطاجيو اللي نتاعو. بالطبيعة في فيديو آخر مش تلقاو تفسير عن السوي، طريقة صنع السوي، المراحل شنو نجم نحطو فيه وكل شيء. داكوغ، هذا هو السوي. دونك هذوما أدوات مايكروسوفت 365. نمشي للسوي لهنا، هذوما السوي اللي أنا استعملتهم سابقا في خدمتي وإلا في النومينيشن. مثلا هذا السوي اللي استعملته عملناه في السيت نومينيشن متاع 2020-2021. السوي هذا عبارة على شنو؟ عبارة على مجموعة الصور والكابتور ديكرون والمعلومات اللي أنت سجلتهم ووثقت بهم العمل بتاعك. دونك هذا هو السيت نومينيشن، فيها بالطبيعة الاسم واللقب واللينيان نتاعك والليزادريس نتاعك الكل، لي سيرتيفيكا اللي خديتهم. داكوغ، هذوما السواي اللي ترشح بيه عملي. أولا باش نشوفكم كيفاش نوريكم كيفاش السواي هذايا كيفاش يقع التقديم نتاعو، كيفاش معناتها كيف نبعثو للميكروسوفت والمسؤولين على البلاتفورم
كيفاش ينجموا يشوفوه. دونك هذه كيفاش ينجموا يشوفوه. فوالا هذا هو الترشح نتاعي للسنه الفارطه. دونك نتوما هو عباره على بلاتفورم طريقه الاستعمال نتاعها سلسه برشا اكثر من باوربوينت، اكثر من الطرق الاخرى للتقديم. سواي هي بلاتفورم اداه رائعه سنكتشفها مع بعض ان شاء الله في فيديو اخر. السيلف نومينيشن هي اون فوا صنعتها كيفاش باش نعمل البارتاج، كيفاش باش نحط الرابط، هذه حاجه مهمه على الاخر. باش نعمل بارتاجي اول حاجه باش نحطها افيشي والا موديفي. بالطبيعه باش نحطها افيشي يعني اللي باش ياخذ الرابط ما ينجم كان يشوف وما ينجمش يبارتاج، ما ينجمش يبدل هذا دونك ما ينجمش يبدل. دونك لهنا موديفي لا نخليها افيشي ونعمل كوبي لو لين دكا. وبالطبيعه نجي لهنا في المكان هذا ونحط السوي نتاعي. فكره مهمه انه السوي نجم نخدم نبدا نخدم فيه من توا ونواصل نخدم فيه حتى بعد 1 اوت، يعني حتى بعد 1 اوت نجم نعمل اضافات عن طريق الرابط. الاضافات تتسجل بطريقه اوتوماتيك. باش نتاكد انه السوي نتاعي يتحل ويشوفوه الناس الكل نمشي كي العاده الفنات بريفي، يعني نحل اونبلي بريفي ونحط الرابط هذاك باش نتاكد انه الرابط يتحل باش هكاكا ما نخسرش انه يمشي في بالي الرابط يعني قاعدين يشوفوا فيه وفي الاخر ما يشوفوش. هذه حاجه نجم تخلينا نخسر الترشح نتاعنا. ولا الرابط يتحل في نافيغاسيون بريفي دونك ما فماش حتى مشكل. شكرا على حسن المتابعه، ان شاء الله موفقين. خليكم معنا في الفيديوهات القادمه لتفسير كيف نصنع السوي. الى اللقاء.